بسم الله الرحمن الرحيم. فينستين كم دلوقتي مع بعض باقي الدروس. وصلنا عند الخطوة رقم 13 ادينج ستيل تراس، خط رقم 13 كوستوماين ستيل تراس بارامترز، يعني خصائص القطاع او خصائص التراس اللي عندي عايزين نغيرها. هنشوف نتعلم نغيرها ازاي. نعمل سكيب. هنخش على البرنامج بتاعي. دي الواجهة الافتتاحية بتاعة البرنامج. هنخش من ريفت، هقول له اوبن ويفتح لي الامبريال، هقول له اوبن كوستمايز تراس، هيفتح لي التمبلت اللي عندي. زي ما اتفقنا التمبلت بيبقى فيه اخر خطوة احنا وصلنا لها، اخر خطوة وصلنا لها هي خطوة التراس. هنضغط على التراس ومقيمة element properties، هقوله type properties وهنقوله duplicate وهندخله red. red flat truss short span. هيك هقوله اوكي. اختار عناصر التوب كورد، هتبقى عبارة عن HSS round structure tubing 500 × 337 و ال vertical web نفس الكلام HSS، كذلك ال diagonal وكذلك برضو ال bottom cord. تمام، هقول له الكلام ده apply و اوكي. زي ما احنا شايفين تحول التراس الى عبارة عن مجموعة من التيوب او الانابيب. هنخش دلوقتي على عملية edit profile، هنقول له edit profile وهنختار البوتوم كورد هو اللي هنغير فيه وهقول له arc. هنخش الكلام ده على الفيشن ونطبق الكلام اللي عندي. اول حاجة هدلت الاناليتيكال لاين بتاع البوتوم كورد وهبدأ من هنا، هقول له بوتوم كورد و ارك واختار النقطة دي، بعدها النقطة دي، بعد كده هقول له راديوس ب15 وهاتها هنا، وبعد كده هقول له فينيش تراس. زي ما احنا شايفين شكل لي التراس اللي انا عاوزه فعلا. الجزء ده عبارة عن كيرفيد والجزء ده ستريت وبينهم كاميرات دايجونال مايلة. بعد كده هشوف الكلام ده في ال سكند فلور. لو عايز اعمل عملية كوبي للعنصر ده فوق بمنتهى البساطة هقول له كوبي وهاخد العنصر ده من نصه وهحطه في المكان اللي عايز اعمل فيه كوبي. بعد كده هقول له سكيب وهنشوف الكلام ده في 3D. بالفعل الجزء ده زي ما عملناه بالظبط، عبارة عن ترس من التيوب في 3D، وده نفس الكلام ترس من تيوب في 3D. وكده بقى احنا خلصنا عملية الترس والموديفاينج على الترس.